انا حمزه حده وهي دي تشكيلتي. زين علي جمل لعبت معاه اكثر وقت واكثر جارديان ممكن لعبت معاه وقرب برشا لبعض. افول اول ما طلعت في البيرون شفت افول نشوف في حاجه بالحق من ورا الخام ما تشوفش معناش كاليتي تكنيك والكوره والتربيه. افول بالنسبه لي نقعد ديما ريفيرونس نتاع ريال دروا كورت معاه. ريال جوج عندي اثنين علي معلول وسليم المحشبي. لعبت مع وليد الهيشري لعبت معه في الميستير لعبت معه في الاسبيرونس وبنينة حسين بنينة. انا انت فاضي انا في الوسط كم جيت انا شكون نختار في لعبت معاه ما نحط خالد المولي فرجاني كاليتي تكنيك صنع اللي عنده والفاسيليتي اللي يلعب بها في الكوره معناتها ديما تحسه سابق العباد بخطوه. ما حديتوش في الاكس النجم نلعبه في الوسط زادا انا ما نسيته في الاكس مريح وسط انا وفرجاني نجم انا وياسين وقدامنا فرجاني وانا نلعبه بثلاثه في الوسط شوفوا كذا شغل ثلاثه قدامي يوسف نمسكني على اليسار يسار تكنيك ما كوارجع على الاخر وعندها الماتش وين تبدا مفشده بعضها تلقى يوسف يعمل لك هكا جيست ما لقيت ما لعبنيش برشا مع بعضنا ما ترينيت معاه وشفت شنو ينجم يعمل وشفت تو ما شاء الله في شنو ينجم يعمل. يوسف من الفلاتات اللي موجوده في الكوره يمين يوسف الفوزاي يوسف من نوعيه الجوارات اللي تعطيه كوره وبعدها كانك عطيته بيبي تهنى عليها معناتها تتمين معناتها انسان انا معناتها نعطي ليوسف كوره ومغمض عينيا الخنيس من اقوى لي زاتاكون اللي توجدوا في تونس كالكاليتي تاع اتاكون بونتا معناتها حتى تو تشوف لي كيمنات انا معنيش اتاكون بونتا اللي نجمهم لاسعد الدريدي عنده الطابع نتاعو في اي جمعيه شده وفي اي جمعيه نجم ينجح في اي جمعيه نجم يفرض اللي يحب عليه هو في الجمعيه.